السلام عليكم اخواني الطلبة ومرحبا بكم في هذه الفيديو غادي نشوفوا فيه سبيكتر ديميسيون اي دابسوربسيون دينيرجي مع مسيو دور. عرفنا ان لي زيلكترون تيكون عندنا واحد الالكترون كيدور على لو نوايو سولون دي زوربيتال اتوميك. هاد لي زوربيتال اتوميك سبق لينا وتعرفنا عليهم اللي تنسميهم لي كوش وكنا كنسميهم في لي سي كا L, M, N, etc. كنتبعو على لي زالفابي. كنبداو أول كوش هي K. هنا مع مسيو بوهر واللي غتكون البداية ديال لا ميكانيك كوانتيك، هنا غادي نبدلو هاد الأسماء ديال K, L, M, N. هذا ما كيعنيش أننا ما غاديش نبقاو نلقاوهم، غادي نلقاوهم نقدرو نلقاوهم في دي زيكزارسيس، لكن اللي غادي نبدا نستعملوه من هنا لقدام هو ان ايكالا 1. بالنسبه لال غادي نستعملو ان ايكالا 2. بالنسبه لام غادي نستعملو ان ايكالا 3. وبالنسبه لان غادي نستعملو ان ايكالا 4 وحنا نازلين. فوالا شنو هو هاد ان؟ ان هو نومبر كوانتيك principal. في حالة كان عندي ان ايكالا ان راها ايطا فوندامونتال، غنسمع ان ايكالا ان راه ليطا فوندامونتال. الى جا في ليكزارسيس وقال لي ليطا فوندامونتال تنعرف ان ان ايكال ا ان. بالنسبة لان ايكال ا دو هادي تنسميوها première étape excité. بالنسبة إذا كانت عندي n égale à 3 تنسميوها deuxième étape excité. بالنسبة ل n égale à 4 يعني عندي troisième étape excité. بالنسبة ل n égale à 5 quatrième étape XT etc. في حالة إلا كان عندي N طون فيغ لانفيني، حيت هنايا N أبارتيان أ N إطوال، ميمكنش N يكون يساوي زيرو، لكن N تساوي 1 2 3 4 جوسكا لانفيني. إلا كان عندي N طون فيغ لانفيني يعني N إيكال لانفيني، شنو عندنا؟ هادي تنسميوها إيطا، وعقلوا عليها مزيان، ديونيزاسيون. هما في ليكزارسيس يجي تيقول لك انه واحد الالكترون مشى عندي من ليطا من تروازيام ايطا اكسيتي مثلا لواحد ليطا ديونيزاسيون، يعني خصني نعرف شنو تيقصد ليا ليطا ديونيزاسيون. كاتريام ايطا اكسيتي، تروازيام، كاتريام، سانكيام، بروميير ايطا اكسيتي، ليطا فوندامونتال. فوالا بالنسبة لان ايكالا زيرو راها ما كايناش عندنا. دابا نفهمو شنو تنقصدو بليميسيون وشنو تنقصدو بلابسوربسيون. غادي نبداو بلابسوربسيون. انا عندي واحد الالكترون هنايا، يعني مثلا عندي اول حاجة هو انه هادشي هذا حنا تنخدمو على لي زيدروجين و هيدروجينوي. علاش تنخدمو على ليدروجين؟ ليدروجين حيت عندو ان سول الكترون، وداك الشيء علاش نخدمو ايضا على لي زيدروجينويد حيت تيكون عندهم ان سول الكترون. مثلا كيفاش هيدروجينويد؟ حنا شفناه من قبل لكن غندير له واحد التذكير دابا. هيدروجينويد مثلا عندي واحد لاطون دوكسيجين، الاكسجين حنا عارفينو في الزاد ايكالا 8 وفي نومبر اتوميك ديالو ايكالا 6. الا بغيت نخدم على هاد لاطون دوكسيجين ما خصنيش نخدم عليها ويا نوتر هكا، لا خصني نخدم عليها ويكون عندها ان سول الكترون. الا بغيت يكون عندها ان سول الكترون قلنا ان النومبر ديال الكترون الا كانت عندي لاطون ديالي نوتر ايغال ا زد، يعني هنايا عندي النومبر ديال الكترون هو 8. الا بغيت تخدم على هاد لاطون خصها تكون 7 بلس، يعني خصو يفقد 7 ديال لي زيلكترون، خص يبقى عنده الكترون واحد. فوالا هذا راه هيدروجينويد، هذا يمكن لي نطبق عليه هادشي. مجموعة من الطلبة تيستعملو هاد العلاقات اللي كاينين في هاد لابارتي ديال سبيكتر ديميسيون دابسوربسيون، تيستعملو العلاقات في لوكا ديال الهيدروجين.
غالبا في لي زيكزامان كتلقى انه طالب تيعطيك واحد الهيدروجين ويد مثلا، تيعطيك الازوت هنايا عنده 7 وهنا 6 بلس، وتيقول لك حسب ليا. غالبيه الطلبه تيجلحقوا تيطبقوا لي غولاسيون كما انزلت اللي تلقاوها في لي بوليكوف. لي بوليكوف غادي تلقاو عندكم لو كار دو لاتوم ديدروجين، ما كتلقاوش مدخل لكم الزيت، لذلك ردوا بالكم. وحنا غادي نشوفوا دابا، غادي نشوفوا ان شاء الله لي غولاسيون كاملين اون فونكسيون دو زيت. بالنسبه لابسوربسيون، عندي واحد الالكترون هنايا، خديت انا هاد الالكترون هذا، المهم عندي غادي نفترض ان هذا واحد الغاز ديدروجين، عطيته واحد لينيرجي سواء الكتريك ولا تيرميك ولا كيف ما بغا يكون النوع. هنا عندي جيت عطيته واحد دلتا او، عطيته واحد لينيرجي فوالا. هاد لينيرجي فاش غنعطي انا الالكترون، غادي ينتقل من هاد النيفو ال اللي هو ليطا فوندامونتال بالنسبه للاتوم ديدروجين. كاين عندي الالكترون في ليطا فوندامونتال هنا ديال ليطا ستابل ديالو، الا عطيتو انا هاد لينيرجي شنو غادي يدير؟ غادي يطلع ليا لواحد النيفو، لكن على حسب الكونتيتي دينيرجي اللي عطيته، واش عطيته انرجي قليله ولا كثيره بزاف ولا. يعني كل نيفو ممكن نحسبوا لينيرجي ديالو انطلاقا من واحد المجموعه ديال العلاقات اللي غادي نعرفوها. حنا ما تهمناش هادشي دابا، اللي تهمنا هو نعرفوا لابسوربسيون. شنو لابسوربسيون؟ لابسوربسيون هو تعطي الالكترون واحد لينيرجي، هاد الالكترون شنو تيدير؟ تيطلع من هاد النيفو غادي يطلع ليا لواحد النيفو اخر، نفترض انه طلع لهنا يعني طلع ليا الانيغالا 3. شنو تعني لنا انيغالا 3؟ يعني دوزيام ايطا اكسيتي. ديما في المسمع انيغالا 3 تنقص واحد، دوزيام ايطا اكسيتي غادي يطلع ليا لهنايا. هذه راها ابسوربسيون، يعني انا اللي عطيتو واحد لينيرجي. في حاله بعد مده زمنيه مثلا، هاد الالكترون هذا راه هنايا ماشي ستابل، هو ماشي ستابل هنايا، يعني الا بغى يرجع ستابل شنو خصو يوقع؟ خصو يطلق هذيك لينيرج ويرجع النيفو الاصلي ديالو فين كان في الاول، يعني خصو يرجع ليطا فوندامونتال ديالو. الا بغى يرجع ليطا فوندامونتال شنو غادي يدير؟ غادي يطلق ليا هذيك لينيرجي، هذيك لينيرجي اللي عطيتو غادي يرجعها ليا، وغادي تسمى لنا ايميسيون. يعني غادي يطلق، هنا نحيدو هذه باش نبينوها، يعني الالكترون ديالي غادي يجي من هنايا غادي يجي لهنايا، وهذه غادي نسميها ايميسيون، هنا غادي نسميها ابسوربسيون. بالنسبه لهنايا فاش غادي يطلق، هو هاد الالكترون فاش غادي يبغي ينزل من هنا لهنا غادي يطلق ليا واحد لينيرجي. فوالا هادي هي لابسوربسيون او ليميسيون. دابا نفترض ان هذاك الالكترون عطيتو انا واحد لينيرجي اللي كبيره بزاف، الا عطيت لهاد الالكترون واحد لينيرجي كبيره بزاف شنو غادي يوقع لي؟ هاد لينيرجي ما غاديش يطلع ليا لواحد النيفو في هادو، حيت ديك لينيرجي الا كانت كبيره بزاف غادي تخرج على لاطوم، غادي يمشي ليا يخرج على لاطوم، والا خرج على لاطوم يعني غادي يمشي ان، غادي يولي طون فيغ لانفيني. والا ولا ان طون فيغ لانفيني انطلاقا من لاغولاسيون اللي حسبنا، اللي عرفنا او لينيرجي توتال دي سيستيم ان نيفو ان، قلنا ايغال هي موان 13.6 فوا زد او كاري سيغ ان او كاري. فوالا الى افترض معايا ان هاد الالكترون مشى ليا لان طون فيغ لانفيني، يعني ولات عندي ان طون فيغ لانفيني شنو كتعني؟ ايغال هي موان 13.6، نفترضو ان هاد لاطوم ديدروجين زد ايغال 1 فوا 1 على بويسونس 2 سيغ ان او كاري هي لانفيني او كاري. يعني الى حسبت الليميت ديالها واحد العدد على لانفيني اش غتعطيني؟ هي زيرو، يعني او على لانفيني هو زيرو الكترون فولت. و الى كانت عندي زيرو الكترون فولت يعني راه ما عندي حتى شي حاجه، مابقاش عندي، يعني ان الالكترون راه تيخرج عندي على السيستم ديالي، يعني تيخرج على لاطوم. وإلا خرج على لاطوم مثلا كانت هذه هي لاطوم اش، حيت اش لاطوم ديدروجين عندها ان سول الكترون، إلا فقدت هذاك الالكترون شنو غيبقى عندها؟ يبقى عندها هنايا بليس، يعني فقدات هذاك الالكترون بقى عندها حتى شي الكترون، قعدنا غير نوايو. باش ما تخلطش علينا الامور بزاف،
غادي نلخصوا هادشي اللي قلنا، هو انه الا كان عندي دو نيفو مثلا هنا ان وهنا واحد النيفو بي، يعني افيك ان راه انفيريور ا بي، الا طلع ليا الا مشى ليا واحد الالكترو عندي هنا في هذا النيفو ان طلع ليا النيفو بي، هنا راه عندي ابسوربسيون، يعني هنايا عندي ابسوربسيون. في حالة انه عندي دو نيفو ان و بي افيك ديما ان انفيريور ا بي، وهذاك الالكترون اللي عندي هنا في واحد النيفو بي هبط ليا لواحد النيفو ان، هنا عندي ايميسيون. فوالا هنا باش نعرفوا كيفاش نفرقوا بين لابسوربسيون و ليميسيون. لابسوربسيون هي العكس ديال ليميسيون. دابا نشوفوا كيفاش نقدروا نحسبوا لا كونتيتي د انرجي ابسوربي و ايمي، يعني قلنا الا بغى يطلع لنا واحد الالكترون واحد النيفو لواحد النيفو نقدروا نحسبوا ليه هاد لينيرجي ديالو باش يطلع لي لواحد النيفو محدد بالضبط، ونقدر ايضا انني نحسب لينيرجي اللي يقدر يطلق ليا. هادو بجوج ممكن نجمعهم بهاد لا غولاسيون اللي هي دلتا اه ايغال هو لينيرجي ا ان نيفو فينال موان لينيرجي ا ان نيفو انيسيال، اللي كتساوي لنا حنا عارفين ان اه ان ايغال هو موان 13.6 فوا زد او كاري سور ان او كاري، يعني هنايا او فينا شنو غتساوي؟ غتساوي لنا موان 13.6 فوا زد او كاري سور ان فينال او كاري. هنايا راه غادي يمشي ليا من واحد ان انيسيال لواحد ان فينال اللي غتعطينا موان مع موان ديال لا غولاسيون غتعطينا هي بلوس 13.6 زاد او كاري سور ان فينال ان انيسيال او كاري. غير هو بالنسبه لهاد الزاد هادي راه ما يمكنش تلقاوها عندكم في البوليكوب حيت هما تيخدموا لكم على الكاب ديدروجين، لكن في لي زيكزام غادي تحتاجوا هاد الزاد هادي، بزاف ديال الطلبه كيغلطوا فيهم كيعتبروا انها ما كايناش لا في لي غولاسيون اللي عندهم في البوليكوب حيت هما خدامين في لاطوم ديدروجين. الا خدمتي على واحد الهيدروجين ويد غادي تلقى خصك تخدم بهاد الزاد ايغال هي موان 13.6 عامل ل عفوا فوا زد او كاري نعملو موان 13.6 عامل ل 1 سور ان فينال على بويسونس 2 موان 1 سور ان انيسيال على بويسونس 2. بالنسبه في لابسوربسيون غادي تلقاو ان دلتا او سوبيريور ا زيرو. بالنسبه الى حسبتو في ليميسيون الى كانت عندنا ايميسيون راه دلتا او كتكون صغر من الزيرو، لكن حنايا حيت غادي نخدمو بواحد العلاقات اخرين غادي نولي نديرو لا فالور ابسولي باش نتهناو من هاد المشكل. علاش غادي نديرو لا فالور ابسولي؟ حيت ممكن دلتا حيت دلتا او ايغال هي اش فوا ني. شنو هي هاد اش وشنو هي هاد ني؟ حتى لهنا مزيان دلتا او ان انيسيال طون فيغ ان فينال دلتا او ايغال هي اش فوا ني. H هي كونستانت دو بلانك اللي تتساوي لنا كتعطينا هي H إيكال 6.62 فوا 10 على بويسونس موان 34 جول فوا سكوند. وبالنسبة نو راه هو الفريكونس، حنا غادي نشوفو واحد العلاقة ديالو تا هو فريكونس أون تيكون إما بالهرتز ولا أو سكوند موان زان. حتى لهنا دابا راه مزيان داكشي علاش نديرو، حيت عندنا أش كونستانت دو بلانك وبالنسبة لنو راه الفريكونس تيكون موجب. بالنسبة لأش راه موجبة يعني خصنا نخرجو دلتا أو موجبة،
باش مابقاوش نغلطو غادي ندخلو لا فالور ابسولي باش ديما نحصلو عليها هاد لا فالور موجبه. لكن الا طلب منا لينيرجي اللي غادي يطلق لينا يعني لينيرجي ديميسيون لينيرجي ديميسيون فواحد لاطوم غادي نخليوها كما هي نخليوها سالبه لان السيستم ديالنا فورني دو لينيرجي ماشي تي ابسوربينا يعني راه تي فورني لنا واحد لينيرجي وبالتالي غادي تكون سالبه. دابا بالنسبه للفريكونس اللي قلنا دلتا او من واحد النيفو ان انيسيال لواحد النيفو ان فينال تساوي لنا هو اش فوا نيو. هاد ني ايغال ني ايغال سي سور ان ني قلنا هو الفريكونس اون هرتز و سكوند موان زان دي اش زي فوالا سي فيتيس دو لا ليميير اسبق انو شفناها دون لو في اللي هي سي ايغال 3 فوا 10 ا لا بويسونس 8 متر بار سكوند. بالنسبه لاندا راه هي لا لونغور دوند فوالا وهذا تيكون عندنا في الغالب اون نانومتر ولا امشتروم ولا. بالنسبه للنانومتر ان نانومتر ايغال هو 10 على بويسونس موان 9 متر. بالنسبه لان امشتروم كتذكير ايغال هو 10 على بويسونس موان 10 متر. بالنسبه لان ميكرومتر ايغال هو 10 على بويسونس موان 6 متر. هادو هما تقريبا اللي غادي نحتاجو بزاف حاولوا تعقلوا عليهم. يعني هنايا الى عوضنا ني بلا فالور ديالها يعني دالتا او غتعطينا هي اش سي سور لامدا لامدا لي من ان انيسيال اللي غادي يطلق لينا السيستم ديال ان انيسيال الان فينال. غير هو هنايا فاش يكون طالب مني لامدا ولا هادي ما تنساوش هنا لا فالور ابسولي ابسولي يعني هنا تخرجوها موجب دالتا او خصها تكون موجب. دابا اللي بقات لنا هو نومبر دونت نومبر دونت اللي ترمزوا ليه سيغما ايغال هو 1 سور لامدا يعني هو لانفيرس دو لا لونغور دونت. هنا سيغما اي سيغما هو نومبر دونت وا يعني هنايا بالنسبه للنومبر دونت غيكون عندنا بالنانومتر موان زان ولا بالامشطون موان زان ولا بالمتر موان زان ولا سنتيمتر موان زان على حساب شنو طالب منك في ليكزارسيس. غالبا تتكون نانومتر موان زان. بالنسبه دابا لهاد لو نومبر دونت شنو تيساوي بصح هادشي عندنا سيغما قلنا كتساوي هي 1 سور لامدا ايغال يعني الا بغيت 1 سور لامدا قلنا دلتا او كتساوي لنا هي اش سي سور لامدا. الا بغينا تتساوي لنا قلنا هي موان 13.6 فوا زد او كاري هنايا عندنا 1 سور ان فينال او كاري موان 1 سور ان انيسيال خرجناها قبيله او كاري. هاد لا غولاسيون هادي يعني هنايا الا بغيت ان سور لامدا يعني خصني نهبط اش سي هنايا لتحت يعني تعطيني هي موان 13.6 فوا زد او كاري سور اش فوا سي. غير هو هنايا قلنا ما نساوش لا فالور ابسولي بالنسبه الى حسبنا هذه في ليميسيون حيت لامدا ديما تنحتاجوها في ليميسيون الا احتاجينا الا بغينا نحسبوا هاد لامدا خصها تخرج لنا موجبه وبالتالي الا بغينا تخرج موجبه خصنا نديروا لا فالور ابسولي ولا نضربوا هنايا في واحد الموان يعني غتولي عندنا هي 13.6
هنا غادي ما عليناش. المهم غادي هاد لا فالور هادي اللي هي موان 13.6 فوا زد او كاري سوغ اش سي عامل لي 1 سوغ ان فينال على بويسونس 2 موان 1 سوغ ان انيسيال على بويسونس 2. هنا هادي غادي نديرو لها لا فالور ابسولي باش تخرج لنا موجبة، حيت ميمكنش لينا نخرجو لاندا سالبة. إلا خدينا هادشي هذا بالنسبة لهاد لا فالور هادي إلا حسبناها غتعطينا هي ار اش فوا زد او كاري عامل لي ان سور ان فينال او كاري موان ان سور ان انيسيال او كاري. يعني هنايا افيك ار اش ايغال هي 13.6 فوا سور اش فوا سي. غير هو هنايا ردوا البال التحويل، حيت 13.6 راه اون الكترو فولت، يعني تساوي لنا هي 13.6 فوا 1.6 فوا 10 على بويسونس موان 19 سور 6.62 فوا 10 على بويسونس موان 34 فوا 3 فوا 10 على بويسونس 8. غادا تخرج ليكم تقريبا، نحيدو هادشي شي سهل علينا الحساب. يعني هنايا غتعطينا هادي ضربت فيها باش نحول من الالكترو فولت للجول، حيت ان الكترو فولت تساوي ليا هو 1.6 فوا 10 على بويسونس موان 19 الجول. يعني خصني نحول هاد 13.6 الكترو فولت نحولها للجول باش تمشي ليا مع الجول ديال هادي، والسكوند تمشي مع السكوند، حيت انا عندي هادي بمتر بار سكوند، هادي جول في السكوند، وهادي غتولي ليا بالجول هنايا، وغتبقى ليا هي 1.0097 فوا 10 على بويسونس 7 متر موانزا. هادي ار اش. بالنسبة لهادي هاد لافالوغ راه تعطيو لنا في ليزيكزارسيس، هي واحد الكونستانت ديال واحد السيد اسميتو ريدبرغ، هادي هي كونستانت دو ريدبرغ. واه ايغال هو 1.097 فوا 10 على بويسونس 7 متر موانز. يعني اللي اساسي في هذا الشيء هو هاد الزاد، ما تنساوهاش، حاولوا ديروها. هاد ار اش راه تتعطانا الا كانوا طالبين من لا لونغور دون ان سور لاندا، الا ما عطاوهاش لكم راه ممكن يقدروا يطلبوا منكم في ليكزام انكم تحسبوها. الا بغيتوا تحسبوها هذه هي الطريقه باش انكم تحسبوا هاد لا كونستانت، هذه تخرج لكم بهذه الطريقه. هذه هي لا ريلاسيون اللي عندنا بها الغرض. اخر حاجه عندنا في هذا لا فيديو هو هاد سبيكتر ديميسيون. بالنسبه لهاد سبيكتر ديميسيون كيتميز لنا بواحد المجموعه ديال لي سيري، سيري دو ليمان، بالمر، باشل، براكي، اكسيتيرا، قدم بزاف. لكن حنا خدينا هاد الربعه غالبا تيكونوا لي بروف يختاروا ثلاثه، هادو خصكم تحفظوهم وتعرفوا كل واحد اش من غاي اللي كيطلق، واش الترافيولي، واش فيزيبل، واش انفراروج، اكسيتيرا. بالنسبه لا سيري دو باشين اي براكي راه مشروكين في لا سيري دانفراروج. هنا بالنسبه لا لونغور دون عندنا بالنسبه الفيزيبل تيطراو عندنا ما بين 400 نانومتر اي 700 نانومتر. بالنسبه للترافيولي عندنا بين 91 نانومتر اي 400 نانومتر. وبالنسبه للانفراروج تيكون عندنا بين 700 نانومتر و 7400 نانومتر. فوالا هادو هما لي لونغور دوند ديال هاد ديال هاد لي دومين. دابا غتقول ليا فين غيدفعوني هاد لي سيري.
بالنسبه لهاد لي سيري فين غادي ينفعونا، غادي ينفعونا بزاف في لي زيكزيرسيس، حيت ممكن يجي في ليكزيرسيس ويعطيك واحد الالكترون في ليميسيون ولا في لوبزورسيون وخصو يوصل لواحد ليطا فينال. بالنسبه الى كنا في ليميسيون، يعني الى بغيت نعرف ليطا فينال يقدر يعطيني ليطا انيسيال ديالو منين غادي يهبط، مثلا هنايا ان ايغال 7 يعني يقول لك سيزيام ايطا اكسيتي، وغادي يمشي لنا وراح حنايا تنتواجدوا في لا سيري دو ليمان. الا كنا في لا سيري دو ليمان يعني هنا راه لي زيلكترون تينزلوا عندنا لي طا فوندامونطال اللي هي ان ايغال 1، يعني هنا تتكون عندنا ان ايغال 1. بالنسبه الا كنا خدامين في سيري دو بالمر، في سيري دو بالمر كنعرف انه لي طا فينال عندي هي ان ايغال 2، هادشي في ليميسيون. بالنسبه في السيري دو باشيل هنايا لي طا فينال ديالي كنعرفها انها هي ان ايغال 3. وبالنسبه للسيري دو براكي هنايا كنعرف ان لي طا فينال ديالي اللي ممكن يوصل ليها الالكترون ينزل من واحد النيفو كبير لواحد النيفو صغير، اصغر نيفو ممكن ينزل ليه هو ان ايغال 4. هاد الشيء فين غادي يقدر ينفعنا، وغادي نشوف واحد ليكزيرسيس غادي نحاولوا نخدموه، وغادي نشوفوا كيفاش نقدروا نخدموا بهاد لي سيري وكيفاش نعرفوا راسنا اش من سيري فاش خدامين. يعني هنا مثلا الا خرج لك واحد لا لونغور دون، الا خرج لك واحد لا لونغور دون ب 400 و 700، يعني اوتوماتيكمون الا قال لي حدد السيري فاش خدامين راح نخدمين في واحد السيري دو بالمر. الا مثلا عطاني واحد لا لونغور دوند بين 91 و 400، يعني هنايا كنعرف راسي انني خدام في واحد السيري دو ليمان. هادي ما بيناش فوالا، ها هو دابا واضح. بالنسبه الى كنا خدامين في ليكزيرسيس وكانت عندنا لابسوربسيون وكان عطينا لا سيري مثلا سيري دو بالمر ولا خدامين في سيري دو باشين ولا هادي، يعني ما حد انه في ليميسيون كان عندي اخر نيفو مثلا الى خدينا السيري دو بالمر كان عندنا اخر نيفو هو ان ايغال 2، يعني انه في لابسوربسيون راه باين ان ليطا انيسيال راه هي ان ايغال 2، وهنايا في ليمان راه ليطا انيسيال غتكون عندنا هي ان ايغال 1. وبالنسبه للسيري دو باشين ليطا انيسيال غتكون عندي ان ايغال 3، وبالنسبه في السيري دو براكي غتكون عندي ليطا انيسيال هي ان ايغال 4.